انا زعلانه ان السنه دي انه تامر عاشور اختلف مع اداره المهرجان، انه المفروض ان هو واخد احسن مطرب شاب وهو اعترض انه كان عايز يبقى مطرب شاب. دي هي درجات، في اول فئه اللي هي الدرجه الاولى بيبقى لازم يبقى ثلاث البوم، عمل ثلاث البومات، واللي بعديها يبقى ثلاث البومات لما فوق، واللي اخدها تامر حسني اعتقد. فتامر عاشور عمل مشكله مع المهرجان، وانا بقول له يا تامر بالتدريج، يعني كل واحد يطلع بالتدريج، لكن هو ده فوت الجمهور وهو ده الشروط بتاعه المهرجان. كل سنه وانتم طيبين، ويا طهري ببارك لك على جورنان مصر، جورنان حلو قوي، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، ودايما ممتنه باخبارك الجميله.